يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وزي ما قلتي أنا هوند من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنقل لكم كل الأمور المتعلقة بفرق النادي الأهلي. لكن خليني في البداية زي ما قلتي أنا هوند أنقل لكم كل الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن زي ما أنت قلتي في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، درجة الحرارة دلوقتي يعني قبل ما أطلع لايف مباشرة كانت 24. يمكن أجواء شتوية بدأت بقى خلاص في مصر وبالتحديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. أعضاء متواجدين في النادي لكن المعظم من فئات كبار السن، لأن خلاص طبعا الدراسة بدأت بشكل رسمي في جميع المدارس والجامعات، لكن بقى على مدار اليوم أكيد بتزداد الأعداد. ده على صعيد الأجواء داخل النادي. خلوني بقى أنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بفرق النادي الأهلي، وأخبارنا النهاردة متعلقة بفرق كرة القدم سواء الفريق الأول لكرة القدم أو الناشئين. والمميز بقى أن النهاردة كمان معانا خبر متعلق بناشئات كرة القدم بالنادي الأهلي، ودي طبعا حاجة مميزة جدا. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، التجمع هيكون الساعة 5 والمران هيبدأ الساعة 6 استعدادا طبعا لمباراة غدا أمام فريق سيمبا التنزاني وربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي مباراة العودة. طبعا الفريق مركز بشكل كبير جدا لمباراة غدا. بعد المران إن شاء الله الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة غدا عشان بقى يدخل في أجواء المباراة ويستعد بشكل كبير جدا للمباراة. طبعا الفريق كان اتعادل ايجابيا بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب، ان شاء الله بقى غدا يحسموا التأهل لنصف النهائي ويعملوا مباراة كبيرة ويسيطروا على جميع مجرياتها. النهاردة الحقيقة في احداث كتيرة متعلقة بالمباراة. هيكون في المؤتمر الصحفي لفريق سيمبا، هيكون الساعة 12 الظهر في استاد القاهرة، والمؤتمر الصحفي للنادي الاهلي هيكون الساعة 1 الظهر. طبعا هيكون متواجد فيه المدير الفني مستر مارسيل كولر وكابتن محمد الشناوي طبعا كابتن الفريق، عشان بقى يتحدثوا عن كل الامور المتعلقه بمباراه غدا. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. كمان خليني اقول لحضراتكم انه امبارح كان الفريق عنده مران، وخليني انقل لحضراتكم تفاصيل اكتر عن مران امبارح. كالعاده مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، يمكن المحاضره كانت محاضره باستخدام تقنيه الفيديو عشان بقى يتابعوا مباراه الذهاب ويتحدثوا عن كل النقاط سواء الايجابيه او السلبية عشان طبعا يصلحوها في مباراة العودة. بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله تأهل لنصف النهائي. طبعا على الصعيد الآخر يعني سان داونز قدر يفوز على فريق باترو أتلتيكو بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب. مباراة العودة هتكون غدا أيضا الساعة 8 مساء عشان طبعا الفائز منها إن شاء الله كمان يكون الأهلي فاز هيواجه النادي الأهلي. ده على صعيد أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى نروح لناشئين كرة القدم. النهاردة إن شاء الله فريق 2007 هيكون بيواجه فريق البنك الأهلي. مباراة هتكون بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات دوري الجمهورية. مباراة هتكون الساعة 4 العصر. الحقيقة أنه ناشئين 2007 ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الجمهورية، عاملين أداء كبير جدا. يمكن آخر مباراة ليهم كانت أمام فريق الجونة قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 2-0، وكان أحرز هدفين النادي الأهلي اللاعب محمد أشرف. إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في مباراة النهاردة ويسيطروا على جميع مجريات المباراة. الخبر بقى التاني اللي معانا النهاردة هو متعلق بناشئات كرة القدم للنادي الأهلي مواليد 2004، واللي بيلعبوا أول مباراة أمام فريق طبعا سكة الحديد وبيحسموه لصالحهم بنتيجة 4-1. طبعا بداية مبشرة جدا لناشئات كرة القدم بالنادي الأهلي. أحرز أهداف النادي الأهلي الأربعة هدفين للاعبة أميرة خالد، هدف اللاعبة هاجر ماجد، وهدف الرابع للاعبة شهد هشام. إن شاء الله بقى نكون بنقول أخبار كتير عنهم الفترة القادمة. بنتمنى لهم كل التوفيق ويكونوا بينافسوا على بطولات زي طبعا ما دايما متعودين داخل النادي الأهلي. بنتمنى لهم كل التوفيق وكل التوفيق لجميع الفرق الرياضية المختلفة. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا بقولك يا كريم الحمد لله على السلامة، ونورت 10 الصبح في الأهلي مرة تانية، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. ربنا يخليكي بتسي ما تحرمش من سؤالك، ربنا يخليكي، شكرا جزيلا. أشكرك جدا على التغطية دي، أنا شكرا ليكي.